البيت الأبيض لي. ماذا سيحصل لو رفض ترامب تسليم السلطة بعد الانتخابات؟ رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشكل متكرر التعهد بالقبول بنتائج الانتخابات في حال فوز منافسه جو بايدن مرشح الحزب الديمقراطي، وشكك في أكثر من مناسبة بأي نتيجة للانتخابات لن تعطيه ولاية ثانية في الرئاسة. وتثير تهديداته أسئلة مفتوحة عن السيناريوهات المستقبلية في حال رفض ترامب التخلي عن السلطة. ويطرح هذا الواقع الجديد تساؤلات عن آليات النظام الانتخابي الأمريكي لفض هذه الأزمة السياسية والقانونية، وعن دور الجيش الأمريكي في هذا النزاع المحتمل. ويحاول هذا الفيديو التعرف على وسائل ترامب في ترسيخ استراتيجية تهيئ الجمهور الأمريكي لفوزه المؤكد وتطعن في نزاهة الانتخابات إذا هزم فيها، وسنعرض الآثار السلبية والقانونية المحتملة في كلا الحالتين. فخلال الشهور الأخيرة عمد ترامب لتهيئة الجمهور الأمريكي بأنه فائز لا محالة في الانتخابات المقبلة، وأن أي نتيجة تفصح عن خسارته بالانتخابات فصحتها مشكوك بها بسبب الغش والتزوير الذي يتخلل العملية الانتخابية. ولتحقيق هذا الهدف يتبع ترامب استراتيجية المراوغة بدلا من الرد بشكل حاسم بشأن تسليم السلطة سلميا في حال خسارته، وهو نفس الأسلوب الذي استخدمه سنة 2016 حين قال إنه سيقبل بنتائج الانتخابات فقط إن فزت بها. وأما الحجة الأساسية التي يوظفها ترامب للتشكيك في الانتخابات فهي مشكلة التصويت عبر البطاقات البريدية بسبب جائحة كورونا، فهو يروج في مؤتمراته ولقاءاته التلفزيونية بأن الديمقراطيين سيستولون على عشرات الملايين من بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد لتزوير نتائج التصويت. ولتعزيز موقفه أمام الجمهور الأمريكي وفي الانتخابات، أعلن عن إيقافه لتمويل هيئة البريد الأمريكي التابعة للحكومة الأمريكية، وهي هيئة فيدرالية مستقلة وتعاني عجزا ماليا كبيرا. وهدد ترامب بوقف تمويلها قائلا إنهم يريدون تلك الأموال حتى تستطيع الهيئة أداء عملها وإرسال ملايين وملايين بطاقات الاقتراع، لكن إن لم نتوصل إلى اتفاق فلن يحصلوا على تلك الأموال. والتصويت البريدي هو آلية تمنح الناخب القدرة على التصويت عبر ملء بطاقة الاقتراع دون التوجه شخصيا إلى مركز الاقتراع قبل أن يتم إرسالها للجنة المشرفة على الانتخابات عبر هيئة البريد التي يجوب العاملون فيها منازل الناخبين لتوزيع بطاقات الاقتراع أولا وتجميعها لاحقا. ويمنح التصويت البريدي أفضلية للديمقراطيين في ضوء أنه سيوسع من أعداد الناخبين من الأقليات والفقراء، وهم من المجموعات الداعمة لبايدن ممن لا يفضلون التصويت الشخصي، ولهذا السبب يرفضه ترامب. ويتحجج بكونه وسيلة سهلة للتزوير، بينما يدعم نحو 65% من الأمريكيين التصويت البريدي الذي يتمتع بتأمين جيد ومحدودية في الأخطاء قياسا على الأخطاء التي شهدتها الانتخابات عبر مراكز الاقتراع. ومن جانبه قال جاكوب وورتشفيرت صحفي أمريكي عمل من القاهرة والقدس سابقا لصحف أمريكية ويعمل الآن من عمان في تعليق خاص ل جريدة الإلكترونية ساسا بوست أن ترامب سيرفض الهزيمة الانتخابية بقدر محدود لأن الدستور الأمريكي والنظام الانتخابي لا يمنحانه سلطات لتقويض ظهور النتيجة. وأضاف وورتش فيتر أن أقصى ما يمكن فعله هو المطالبة بإعادة فرز الأصوات إذا كانت متقاربة جدا في بعض الولايات، وأوضح أن الولايات المتحدة ليس لديها إدارة أو مدير واحد من لجنة الانتخابات مركزية كما هو الحال في مصر على سبيل المثال، وأن الانتخابات التي تتم في أمريكا يديرونها مسؤولون حكوميون محليون وليست الحكومة الفيدرالية، وهو ما يجعل مسألة التشكيك بالنتائج صعبة وغير منطقية. ثلاث سيناريوهات بيد ترامب إذا رفض النتائج. رفض ترامب لنتائج الانتخابات إذا فاز بايدن هو أحد السيناريوهات المستقبلية المطروحة في واشنطن، ويعززه رفض ترامب المستمر للتعهد بتسليم السلطة وتلميحه المتكرر لعوار النظام الانتخابي في حال خسارته. ويترتب هذا الرفض المحتمل يترتب عليه آثار سياسية وقانونية على النظام السياسي الأمريكي قد تضع البلاد في مسارات فوضى محتملة، الأمر الذي يستعد له الجميع سواء المؤسسات التشريعية والقضائية الأمريكية أو الفريق القانوني لجو بايدن.
وفي الفقرات التالية نستعرض المسارات المحتملة للرفض وآثاره القانونية والسياسية وأبرز مناورات ما بعد الانتخابات التي قد يلجأ لها ترامب للتحايل على نتائج فرز الأصوات في الولايات المتصارعة. أولاً، ترامب يرفض تسليم السلطة. في حال رفض ترامب ترك منصبه تحت مزاعم تزوير الانتخابات أو حدوث اختراقات في نظام التصويت البريدي كما يروج في مؤتمراته الانتخابية، فسيكون هذا المسار الأسوأ في أثره القانوني والسياسي على الديمقراطية الأمريكية والنظام السياسي. وفي هذه الحالة يقف الدستور الأمريكي حاسما بالتعديل 20 فيه الذي ينص على انتهاء فترة ولاية الرئيس ونائب الرئيس ظهرا في اليوم 20 من يناير. ويشرح هذا النص الصحفي الأمريكي وورتش فيرتر قائلا: إن تطبيق القانون الفيدرالي وقانون الولايات بشكل عام لن يمنح الرئيس أو مؤيديه مطلق الحرية لتغيير تقليد النقل السلمي للسلطة الذي لا يزال معظم الأمريكيين فخورين به. ويضيف أن عناصر وكالة الخدمة السرية في البيت الأبيض سيكون عليهم إرغام ترامب على تسليم السلطة عنوة، ويؤكد أن هؤلاء الأمنيين ليسوا مثل الرجال الذين حرسوا الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، فهم شرطة محترفون وليسوا سياسيين، ويحرسون الآن أيضا بايدن وهاريس وكذلك ترامب وبانس. وهاريس هي نائبة جو بايدن في حملته الانتخابية، وبانس هو نائب الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب. ويتقاطع بروس ريدل مع الرأي السابق، وريد المستشار سابق بمجلس الأمن القومي الأمريكي لسنوات طويلة قال عبر البريد الإلكتروني بأنه لا توجد سابقة لرفض الرئيس لنتائج الانتخابات، وأن أمريكا ستدخل في منطقة مجهولة في حال أقبل ترامب على هذا المسار. ولكن ريدل الذي عمل محللا سابقا في وكالة المخابرات الأمريكية السية ويعمل حاليا باحثا في معهد بروكينجز يستدرك قائلا: النظام الأمريكي له جذور عميقة وسيغادر السيد ترامب البيت الأبيض في يناير ولو كان على جهاز الخدمة السرية أن يرافقه جسديا. ويستبعد ريد الحدوث هذا السيناريو غير المحتمل للغاية لأسباب لها علاقة بأن أبناء ترامب وأفراد أسرته منخرطون في مجتمع الأعمال والسياسة، مؤكدا أن خروج والدهم من البيت بهذه الطريقة سينعكس سلبا على سمعتهم في مجتمع الأعمال. السيناريو الثاني: دونالد ترامب يطعن بنتائج الانتخابات أمام القضاء. السيناريو الثاني المحتمل لرفض ترامب نتائج الانتخابات هو اللجوء للمحاكم الأمريكية للطعن في نتائجها في حال وقوع أزمة في عد الأصوات أو فرزها، شريطة أن تكون الأصوات متقاربة جدا في بعض الولايات. وأثر هذه الخطوة سيتمثل في تأجيل الإعلان عن حاكم البيت الأبيض الجديد حتى الحسم قضائيا في المسألة، ما يستغرق شهورا. الحالة الوحيدة لتفويت مناورات ما بعد الانتخابات التي يستعد لها ترامب في الولايات المتصارعة هو نجاح بايدن بفارق كبير في الأصوات، بما يمنع ترامب من اللجوء للمحاكم والقضاء. واستعد ترامب لهذا السيناريو بإنفاق حملته حوالي 30 مليون دولار على فريقها القانوني من أصل 1.3 مليار جمعتها خلال العامين الماضيين. ويضم الفريق القانوني محامين داخليين وآخرين من شركة جونز داي للمحاماة في واشنطن وشركة تشارلز هاردر في لوس أنجلوس المتخصصة في قضايا التشهير بوسائل الإعلام. ويقول ريتشارد هيسن الأستاذ في كلية الحقوق بجامعة كاليفورنيا: أننا يمكن أن نرى صراعا مطولا بعد الانتخابات في المحاكم والشوارع إذا كانت النتائج متقاربة، موضحا أن ذلك سيكون مظهرا للانهيار الانتخابي. وتكرر سيناريو مماثل لهذه الواقعة في سنة 2000 حين حسمت المحكمة العليا الأمريكية النزاع الانتخابي بين الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش ومنافسه آل جور لصالح الأول في 12 من ديسمبر من نفس العام، أي بعد أكثر من شهر على تاريخ الانتخابات. ويفصل التعديل 20 في الدستور بأنه في حال تأخر اختيار الرئيس قبل الوقت المحدد لبداية فترة ولايته، أو في حال فشل الرئيس المنتخب في أخذ سلطاته كما قد يحصل لو لجأ ترامب للقضاء، فيتم تصعيد نائب الرئيس المنتخب ليعمل بصلاحيات الرئيس حتى تحسم المسألة القانونية. ويحق للكونغرس اختيار الشخص الذي سيتولى المنصب حال عدم أهلية نائب الرئيس والرئيس من الناحية القانونية، كما تمنحه جهة التشريع الأمريكية السلطات والصلاحيات لممارسة دوره بوصفه رئيسا حتى يصبح الرئيس أو نائب الرئيس مؤهلا. ثالثا، سيناريو فترة البطة العرجاء: ترامب يعبث ببلاده قبل خروجه.
السيناريو الأخير لترامب هو استغلاله لفترة تصريف الأعمال، وهي فترة بين ظهور نتائج الانتخابات في شهر نوفمبر وموعد تسليم السلطة في يناير، إذ يمكنه إصدار سلسلة قرارات تصعب مهمة الإدارة الجديدة بقيادة المرشح الديمقراطي. تسمى الفترة الانتقالية بالبطة العرجاء، وفي هذه الانتخابات يخشى منها الديمقراطيون نظرا لاندفاع ترامب لإصدار قرارات مهمة يدعمها مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون، يمكن أن تعجز إدارة ترامب عن تغييرها لاحقا. لكن ما قد يلعب دورا حاسما في هذا الاحتمال هي القوات المسلحة التي أعلنت أنهم لن يلتزموا بأي أوامر غير دستورية بعد 20 من يناير، لأن الرئيس آنذاك ستكون انتهت صلاحيته ولم تعد الحكومة الأمريكية تحت إمرته. ويطرح وورتش فرتر الصحفي الأمريكي سيناريو آخر محتمل وهو الأكثر قلقا بالنسبة له، وهو إقدام ترامب على الاستقالة من منصبه حال خسارته واختيار مايك بانس رئيسا بدلا له حتى نهاية فترة تصريف الأعمال. ووفقا لوورتش فرتر سيحاول بانس إذا تولى الرئاسة أن يصدر عفوا رئاسيا بالعفو عن جرائم ترامب التي ارتكبها خلال ولايته، وأن يشرع قانون من شأنها منع الديمقراطيين من محاكمته.